طبعا هنتكلم عن ناجية وهي مبادرة تطوعية مجتمعية شعارها كوني واعية وافحصي وانت حامل، وقرر القائمين عليها انهم يختارون تطبيق الواتساب لنشر التوعية بالمرض، وهذه اول مرة نسمع عن هذا النوع من المبادرات. لمعرفة المزيد عنها معنا عبر سكايب الدكتورة أطلال ابو سند، استشارية طب الاورام العلاجي واورام الثدي. اهلا وسهلا فيك ويسعد لي صباحك دكتورة، منورتنا. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله يعني أكتوبر نقول سعيد للجميع السادة والسيدات المشاهدين بإذن الله. طيب دكتورة، يمكن ناجية فكرتها كانت بدأت من حملة التوعية حقتكم في جدة، يعطيك العافية أول شيء على هذه البداية الجميلة وعلى هذا العمل التطوعي. خلينا نتكلم عن أهداف هذه الحملة وليش كمان برضو سميتوها ناجية. طيب، هو بس حابة يعني أوضح حاجة، ناجية عبارة عن مبادرة بدأت من 6 سنوات تقريبا، حتكمل 6 سنوات في فبراير 2016. هي فكرتها ليست فقط كشف مبكر، ولكن كذلك التمكين وتفعيل المتعافيات والمتعايشات بعد الإصابة والعلاج، لأنه هذا دائما الجزء يعني مغفول عنه أو لا يوعى عنه بالطريقة اللي بنشوفها مثلا للكشف المبكر أو ما شابه. فالفكرة بدأت قبل ما ندخل في موضوع الانتقال من الحياة الواقعية للحياة الافتراضية بعد طبعا البانديميك اللي حصل أو الجائحة اللي حصلت. الفكرة ببساطة كانت استخدام منتج بسيط اللي هو الواتساب، متوفر ومتاح للجميع، وغير كده بيعطي كثير من الخصوصية. السيدات يكونوا حابين يشاركوا تجربتهم بعد الإصابة، خبرتهم في العلاج، خبرتهم في التعافي، خبرتهم في التعايش، لكن مو شرط حابين يقولوا شخصيا الاسم، ممكن الكنية. فهو خلق يعني محيط فعال وحيز كذلك آمن، لأنه يعني في شروط وقواعد لدخول المجموعة، لابد من التأكد من الشخصية المضافة، وفي قواعد إنه مو أي معلومة تترسل، ومو أي زي الخرافات اللي بتسمعها وأحيانا الرسائل اللي بتجي على الواتساب تتبعت. فهذه كانت جزء مهم من المجموعة أو من أهداف المجموعة. طيب كيف شفت التفاعل يعني دكتورة ونسبة المشاركة؟ والله يعني لما بدأنا الجروب من قبل 6 سنوات تقريبا كان ب10 سيدات، الآن يربو العدد إلى 200 سيدة، ما شاء الله. فلك أن تتخيل يعني كأنك عندك قاعة فيها 200 سيدة قادرين إنهم يتحدثوا، يتبادلوا الخبرات، يدعموا بعضهم. مثلا في سيدة ترسل أنا بكرة عندي علاج كيمياء يدعوا لي، أو أنا بكرة داخل عملية يدعوا لي. في سيدة أخرى تسأل السيدات. هو فعالية المجموعة هذه تأتي من الشراكة بين الطبيبات والمريضات، لأنه ما هي كلها يعني متعافيات أو مصابات أو مريضات، لكن فيها كمان طبيبات للتأكد إنه المعلومات اللي بتندرج أو الخبرات اللي بتتشارك صحيحة. طيب يعني بما أنك ذكرت المعلومات دكتورة، يعني إلى أي مدى نقدر نقول نسبة الإصابة بهذا المرض للسيدة الحامل وعند المرضعات بالتحديد؟ موضوع الحوامل أمر آخر، هي مبادرة أخرى غير ناجية، مبادرة نابعة من مجموعة من طالبات طب جامعة الملك عبد العزيز، وأنا حبيت أشيد بالتجربة أو بالمبادرة هذه، لأنه للأسف بنشوف في العيادة سيدات حوامل وما يزالوا في مقتبل العمر وبتيجيك بمرض متقدم. دائما الحامل لما يكون عندها كتلة في الثدي ممكن هذا الموضوع يتأخر في التشخيص لخطأ في الاعتقاد إنه هذا تجمع حليب، تكتل حليب، أو أي شيء من تغيرات الحمل التي قد تحدث يعني في الثدي خلال الفترة هذه. لكن الفكرة هي كلها إنه الوحدة تكون واعية لجسدها، لو في شيء والشيء ظهر واستمر وبدأ يكبر في الحجم، أو مثلاً أمتد للعقد الليمفاوية اللي تحت الإبط، لابد من مراجعة الطبيب. لابد لو الطبيب طمنك وانت ما انت مطمئنة، لا بأس من مراجعة طبيب أو طبيبة ما في شك. طيب دكتورة، أغلب السيدات اللي يبغى ينتسب لكم كيف؟ يكونوا تحت سن يكونوا صغيرات في السن، يعني حتى ما إنهم وصلوا لسن الكشف المبكر. طيب اللي يبغى ينتسب لكم أنتم لهذه الجمعية التطوعية كيف؟ وقدموا نصايح فيها. إلى دحين هي ما هي جمعية، بس إن شاء الله تعالى بعد ما فازت بإحدى المبادرات في جائزة جدة للإبداع ناجية،
للإبداع المجتمع إن شاء الله تعالى تكبر وتصير جمعية بإذن الله. الهدف منها التركيز زي ما قلت لك، رحلة الإصابة بأي سرطان هي عبارة عن رحلة ممتدة تبدأ بالتشخيص ولا تنتهي بعد العلاج، لأنه في أشياء كتير تتغير في الإنسان المصاب أو المصابة بعد العلاج وبعد التشخيص، نفسيا وجسديا واجتماعيا ومجتمعيا، وفيها أشياء كثيرة الواحد محتاج يتعامل معها بعد فترة التعافي أو في فترة التعافي، منها مثلا هاجس العودة للمرض، الروتين إني أرجع ما قبل الإصابة، كيف أقدر أرجع لعملي، كيف أرجع لحياتي المجتمعية. الله يعطيك العافية دكتورة، شكرا جزيلا لك ولحضورك، ونتمنى يعني الصحة والسلامة للجميع، والله يجزاكم الخير على هذه المبادرة اللي دائما تعودنا في أكتوبر، عندنا في شهر أكتوبر يعني الكثير من الإنسانيين أقدر أقول اللي يستخدمون مبادراتهم وأيضا يفيدون فيها جميع الأوطان وليس فقط في وطن واحد محدد.